امتى اقدر اقف مع نفسي اعرف ان انا في الوقت ده محتاجه ثيرابيست او محتاجه دكتور نفساني او لايف كوتش او 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 اي حاجه؟ امتى اقف الوقفه دي مع نفسي واحس ان انا محتاجه ده؟ مبدئيا بس خلينا نفهم الناس الفرق بين اللايف كوتش والثيرابيست او الهيلر اللي بيعالج صدمات حصلت زمان. اللايف كوتش هو زي داعم ليكي، بيعلمك تعملي ايه في اللي جاي، تعرفي ايه الامكانيات اللي عندك وتستخدميها في حياتك الجايه. حلو قوي بقى بين الاثنين دول اللي ان احنا نفرق بين الثيرابيست واللايف كوتش عشان في ناس بيختلط عليها المفاهيم. بالظبط. فاللايف كوتش ده هيديكي خطتك لقدام مستقبلك، بيساعدك تشوفي نفسك، تثقي في نفسك، تحبي نفسك. الهيلر او الثيرابيست او حتى الدكتور النفسي ده اللي ورا المشاكل اللي ورا، لان ساعات بيبقى عندك عارفه تروما، يعني صدمه اتعرضت لها كبيره قوي ومخك ما تعدهاش، فده لازم تخففيه الاول قبل ما تبتدي تبصي لمستقبلك. فده بتروحي الاول لهيلر يعالجك او ثيرابيست، وبعدها تروحي لايف كوتش يشوف لك انت ايه المتميزه فيه. اسمع خلينا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. دلوقتي هكلمكم عن الاحاسيس اللي عشتها الفتره اللي فاتت وازاي خلصت منها. الفشل اكتر احساس عشته بعد ازمتي. مش سهل خالص انك تهدي حياتك اللي بنيتيها من سنين وفجأة تلاقي نفسك مضطرة تبتدي تاني من جديد. حسيت كتير بالفشل بس قررت أشتغل على نفسي. تابعوني في الفيديو الجاي عشان تعرفوا إزاي. كل الناس قالوا لي مش هتقدري تدرسي حاجة جديدة دلوقتي، ويلا روحي ربي عيالك وفكك من الدراسة. أنا درست ستايلينج، فاشن ديزايننج، فاشن بي آر اند إيفنتس، وبقى عندي موبايل أبليكيشن بتاعي. وبكده أثبتت لنفسي وللناس إن الدراسة والشغل ملهمش علاقة بالسن ولا بالحالة الاجتماعية. يلا الدور عليكي دلوقتي، ما تسمعيش لحد وابتدي تعملي اللي انتي بتحبيه. حقيقيه قوي، وبتعبري عن نفسك بكل ثقه من غير اي خوف. يعني احكي لنا اكتر عن الفيديو. اكتر حاجه بتتعب الستات ان هم ياخدوا قرار الانفصال لو هم تعبانين. اصل خلي بالك، هو في ناس بتبقى تعبانه جدا في الحياه الزوجيه بس مش قادرين ياخدوا قرار عشان المجتمع، مش عشان هم خايفين على اولادهم او كده. فمن ضمن الحاجات اللي الناس بتتعرض لها، غير كمان مشكله المجتمع ونظره المجتمع، ان انا هعمل ايه في حياتي مع ولادي، وهربيهم ازاي، وهعيش ازاي، وانا هبقى منهاره. فده كان تصوير بس لحاجه من الحاجات اللي الست بتشوفها يوميا، والتعب الاعصاب واحساسها بذنب ناحيه اولادها. وقعدت اسبوع ببين كل يوم احساس معين من اللي بيجيلك بعد الانفصال وازاي تعالجيه في فيديو تاني وراه على طول.